التاسعة والنصف مساء على SBC. السلام عليكم. يقول لك هذا اللي ما حسبنا حسابه. ننتظر مباراة الهلال والزمالك في ضربات الترجيح الآن 1-0 للهلال. تستمر بحول الله ونبارك للأزرق لتحقيق كأس لوسيل. كعادة الهلال متواجد حاضر وبحول الله يحقق لنا كأس البطولة. إلى العناوين: بطل نهائي كأس لوسيل قيد الانتظار، الاتحاد يتجاوز الرائد في بريدة، الاتفاق يقسو على جراح الباطن ويدخل مرماه بثلاثية. تفاصيل ختام الجولة الثالثة فنيا هنا على طاولة ملعب SBC. حياكم الله في قناة SBC وإذاعة جدة FM. يعني هذه اللحظات في واحد متوتر وما أدري يشخبط في القلم ولا هو معنا. أعطونا بالشاشة الضربات الترجيح خليه يشوفها ويرتاح. لا بالعكس، هذه اللي صدها مين؟ هذا أضاء، هذا محمد عواد، هذا أعتقد فييتو أضاء ضربة جزاء على الأعصاب. أبو عبد العزيز والله ما هي بأعصاب، بس ولكن المباراة كانت حماسية من بداية المباراة إلى آخر المباراة. يعني الجمهور اللي حاضر 80,000 متفرج، وملعب صراحة افتتاح كأس العالم حيكون موجود فيه، والمنتخب السعودي حيكون فيه. أعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله الهلال يتوفق إن شاء الله في ضربات الترجيح. ضربات الترجيح ترى دخلنا من غير ما نرحب، ها، مع الكابتن عبد الرزاق الشابي والكابتن محمد الدعيع. مساك بخير ابو الوليد، مرحبا كابتن محمد، مرحبا بكل المشاهدين والمستمعين. شوفوا ضربات ترجيح، تعرف 50-50، شويه تركيز، كل فريق يبغى يفوز. ان شاء الله احنا نتمنى اللاعبين الهلالي يعيدت هذه ضربه الترجيح، يعيدت لان الحارس تحرك. انا لا اعلم كم النتيجه، لكن الحدث هو هنا. حنتكلم على باقي مباريات اليوم، بتكلم على ضربات الترجيح. كمدرب تختار الأفضل ولا الأجهز؟ هو شوف، في التمارين يبان كل شيء، يبان اللاعب اللي يبغى يشوت. خاطر أول شيء ما تطلبش من اللاعب تقول له أنت تشوت وأنت تشوت، لا، لازم تختار اللاعبين في التمارين وهما اللي يكونوا عندهم الجاهزية. ينجم يكون لاعب أنت اخترته في التمرين يجيك في المباراة يقول لك أنا ما أبغى، ولا يكون خرج صار فيه تعويض. معنى لازم تكون دائما بلان A بلان B. اللاعبين اللي تختاروا هم بنفسهم يجيك في وقت فما من الاعصاب مشدوده، زي المباراه هذه امام جماهير غفيره، كل فما لاعبين يجيك في اخر لحظه يقول لك لا ما نشوتش، وفما لاعبين اللي عندهم الجرأه يقول لك نشوت. وهذه هي ضاعت يا كابتن، وهذه ضربه جزاء ضاعت للزمالك ان شاء الله. معنا احنا نتمنى للهلال الان 3-1 للهلال، 4 خلص هذه الرابعه، هذه اذا سجل خلص، اذا سجل خلصت الهلال. اقول لك مبروك. ان شاء الله، اكيد انه دائما مبروك، متعود على كلمه مبروك. متعودين انتم؟ والله متعودين، يعني هرد لك هذه اعتقد انه من زمان ما سمعناها. والله اخر شيء مباراه الفيحاء اعتقد. خلي محمد رجولك في الارض يا محمد، خلي رجولك. والله انا مشجع الان يا كابتن، انا لاعب، انا رجولي. احنا نتمنى نتمنى الهلال يفوز، والهلال على اللي يقدمه على ساعه. ايش الثقه اللي تتكلم فيها ابو عبد العزيز؟ لاني واثق من اللاعبين صراحه. عندنا فريق
عندنا مدرب، عندنا إدارة، قالت فهد بن نافل. هنا نبغى نسمع مبروك من محمد الدعية إذا سجلها كريلو. نجم المباراة كريلو صراحة. تفضل. مبروك للهلال، ألف 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 مبروك. هي خلصت كذا صح؟ والله إن شاء الله ألف. إن شاء الله أنها تكون خلصت. لا خلصت. خلصت كدا. ألف ألف مبروك للهلال بطولة كأس لوسيل. كالعادة الهلال يتواجد في الحدث ليحقق وليس للحضور، هذا عدد فريق الهلال. ألف 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 مبروك للهلال، ألف مبروك للمملكة العربية السعودية، حظ أوفر للزمالك. تفضل محمد. أول شيء أبارك لجمهور الزعيم هذه البطولة. أعتقد أن حضور الهلال في هذه المناسبة، أعتقد المكانة الهلال سواء في آسيا أو في الوطن العربي، أعتقد أنه افتتاح كأس العالم أو مباراة افتتاح كأس العالم هتكون في الملعب هذا، اختيار موفق من اللجنة، لجنة كأس العالم، أنه يكون الهلال والزمالك. يمكن أنا زعلوا علي كابتن جمهور الأهلي المصري لما أقول أنا أفضل فريق بأفريقيا وأفضل فريق بالسعودية وبآسيا. الأهلي ولا الزمالك الأفضل؟ الأهلي المصري. أنا يعني الأهلي المصري أعتقد أنهم كلهم عينين في راس، وأعتقد أنه الزمالك بطل الدوري المصري الموسمين. يستاهل الأيام الأخيرة الزمالك، يستاهل بش يكون معناه بطل، لأنه قدم مستواه في الدوري أفضل من الأهلي. الأهلي ما كانش في مستواه، لكن نعرفه سيطرة كبيرة زاد على الفريق الأهلي اللي هو صحيح. فريق كبير على مستوى أفريقيا، بطولات معناها أخذها كثير بطولات. مثل ما الهلال يستاهل، نقول له مبروك، نقول له ألف مبروك ليه، الجماهير الهلالية بصفة خاصة، جماهير السعودية الكل، جماهير اللي استمتعت اليوم ومتعتنا معناها في الملعب. مباراة الحقيقة يستاهلها الهلال، قدم مستوى طيب، كان على مستوى ساعة ونص زايد ضربات الجزاء، كان الحقيقة هو الأفضل. طيب على بال ما تجهز الاحتفالات، ومتعودين الهلال ما شاء الله من كاس إلى كاس إلى كاس، على بال ما تجهز الاحتفالات. كان المفروض أني حاضر بالملعب اليوم هذا، بس علشانك أبو الوليد وعشان البرنامج. البرنامج حنت حضورك هنا مع الهلال بالعكس مفيد للهلال. لا مع جميع الأندية السعودية، مع جميع لا احنا مع الهلال اليوم اكيد، انه اكيد يمثل المملكة اكيد انه الهلال والزمالك انتهت 1-1، وانتهت في ضربات الترجيح 4-1، تعتبر 5-1 اذا شاهد اهداف المباراة. وبعدين حد متى ما تجهز الاحتفالات هنتكلم فيها. المباراة بشكل عام كيف كانت كابتن عبد الرزاق؟ المباراة بشكل عام كان الهلال أقرب باش يفوز فيها معناها في الساعة ونص، معناها كان نجم ينهي في الساعة ونص. كان الشوط الأول بعد تسجيل الهدف كان الهلال أقرب باش يسجل الهدف الثاني، أخطاء دفاعية نتاع وقفة نتاع الخط، اللاين هذه في الأوفسايد ما تصلحش وقت حامل الكرة في رجله. الأهداف نشوف الأهداف واحد. شوف أهداف المباراة يا كابتن، مش ضربات الترجيح، أهداف المباراة تفضل. هنا نشوفوا الكرة كيفاش تتلعب في العمق، كابتن خالد وقت اللي كويلار يعطي باس في العمق طلبان الكرة في حقه من كاريو، ومعناه هدف جميل، كنترول كان موجه أمامه اللي هو كنترول صعب، ومن لمسة فوق الحارس هدف. لكن شوفوا هذا الهدف نتاع الزمالك نفس الشيء، كان دفاع الهلال ما فماش علاش باش يعملوا دفاع الخط وواقفين ينتظروا باش يقصوا الكرة، ما يخليش المهاجمين يمشوا للعمق، حامل الكرة كان فري. هذوما أخطاء اللي كويلار ما كانش في التغطية، خلينا نقول المدافعين الأربعة ما كانوش واقفين كما يلزم، صحيح. ما كانش فما انسجام وهدف. هنفصلها يا كابتن عبد الرزاق بالملي، لكن معانا واحد من مصر. هارد لك يا كابتن عادل، مساء الخير وهارد لك. هلا مساء الخير يا كابتن خالد، يقولون إيه؟ يقولون 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 ما ترد زعلان ما دخلت الاستوديو وزعلان عن النتيجة وحالتك حالة. لا خالص، ما انت عارف يعني. اولا انا مبسوط؟ لا مش مبسوط، انا مش مبسوط ولا حاجة، بس يعني انا ما انت عارف ان فرقة الزمالك فرقة مصرية، اكيد احنا بنشجعها طبعا لما بتلعب في المباريات الخارجية، ولكن حتة الزعل دي كرة قدم، ما احنا في مكسب وخسارة. لا انا مش زعلان ولا حاجة. ها كابتن محمد. والله هو اللي حمس المباراة صراحة رئيس نادي الزمالك اللي هو مرتضى منصور، صراحة اطلق تصاريح قبل المباراة
يمكن حتى يمكن لاعبين الهلال الاهداف ورينا الاهداف مره ثانيه بس الاهداف ما نبغى البلنتيات الاهداف بس تفضل اللي اقول لك يعني مرتضى منصور صراحه هو انا اعتبره نجم اللقاء صراحه لانه حط فعلا لاعبين الهلال في جاهزيه عاليه وروح وحماس اعتقد الهلال اليوم من اول دقيقه لاخر دقيقه هم لولا الفرص ولو تالق الحارس محمد عواد لكانت النتيجه 3 الشوط الاول ولكن طبعا يمكن جاء التعادل يمكن هذا هدف اعتقد انه عبد الله المعيوف يمكن نعلق على الاهداف خالد ولا حتجي الاهداف مفصله يعني لانه طيب الاهداف اعتقد انه في اخطاء دفاعيه يعني حتى متى ما جهز الكابتن عادل عبد الرحمن تبلغونا من فضلكم الكابتن عبد الرزاق بروح لك للهداف ايجالو ايش اللي عمله في الهدف لتسجيل هذا الهدف شوف كابتن خالد احنا سوا ناس كل لعبه كوره ناس كل تفهم اللي الكوره لما تكون جايتك فوق راسك ونازله امامك باش تعمل لها كنترول وموجه معناها تكون صعبه وصعبه جدا اول شيء الباس اللي كانت نتاع كويلار كانت مدروسه وساقطه فوق المدافعين الكل جت امامه كنترول موجه والحاجه الميزه وقت اللي عمل الكنترول راسه لفوق وطلع له الحارس لعبها فوقه معناها ما هو اي راس حربه ولا اي لاعب نجم يعمل اللي سواه قالوا لاعب مميز لاعب هداف لاعب عنده احساس وعنده باش ينجم يسجل الاهداف بالنوعيه هذه ما نجم يكون كان لاعب كبير بس اعطاه يا كابتن محمد عواد اعطاه الخيار الاسهل انه لما طلع محمد عواد اعتقد انه رفع راسه دائما المهاجم الذكي اللي يرفع راسه يشوف وين تمركز الحارس هذه قوه قالوا يعني هذه قالوا انه الفرصه هذه ما يمكن تضيع لانه طيب. اعطاه خيار طيب يعني. شوف اي مهاجم متخذ ثلاث قرارات استلام دوران وكاشف المرمى كله صحيح ترى صعب على الحارس لا هو صعب على الحارس بس اعطاه خيار اسهل خيار هي طول لما نشوفوها احنا في التلفزيون نقولوا كوره سهله إيه؟ معناه هو وحده إيه؟ كنترول وحده ورفع راسه وهذا نقولوا كل شيء سهل لكن باش تطبق راه صعب على 10 روس حربه ممكن 2 3 ينجحوا في اللي سواه اليوم ايجالو وهدف جميل هدف معناه مميز لكن اللي احسن من الهدف هي الباس لانه ما كويلار اللي اعطاها الباس اعطاها بالملي ساقطه ما هيش الكوره المطلوقه الطويله ولا قرار يا كابتن خطا دفاعي واضح احنا نتكلم على الهدف يعني خطا دفاعي واضح 100% احنا دائما الحراس المفروض انهم هم اللي يشوفون الملعب هم اللي يكشفون الملعب ما يصير ايجالو اعتقد يعني الليبرو كان الونش هو اللي تقدم هو كابتن خالد المبادئ نتاع الكوره ايه؟ محامل الكوره وهو في وسط الميدان ما هوش في الاطراف لمن اول منطقه تتغطى هي منطقه الوسط وانت طالع هم المشكله نتاعهم فاتحين الاثنين وطالعين وخلى مجال المدافع المدافع اللي نزل مع 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 شو اسمه مع اعتقد كاريو هو اللي خلق المساحه لان فريق الزمالك يلعب بالثلاثه في الخلف هم يلعبوا اثنين سناترا خمسه يلعبوا في الخلف ثلاثه او ثلاثه خمسه اثنين بالاصح في عده كوار عندهم يلعبوا اثنين سناترا ظهير يمين ظهير يسار المشكل هذا وين كابتن خالد قلت لك شوف المساحه اللي ما بين السنتر والسنتر ماهوش معقول معناه على مستوى الزمالك يصير شيء سنك كان كسنتر يا كابتن يقالوا عندي لا بد ان نتفاهم انا وياك يا خالد لو احنا سناتري اقول لك تبعك او تابعي هذه تعطي حتى المدافع الثاني اللي قريب لهم المفروض انه يرجع بس انهم اعطوا يقالوا كل الفرص اللي يقدر يسجل اوكي لانه اخذنا في الموضوع ده بناخذ فيه حلقه كامله وفي مواضيع كثيره عنده تبغى نكمل في الموضوع كملنا ونقف يعني الباقي وش يعني تبغون يعني القرار لكم مهمه فيها معناه إيه اخذتونا على محور واحد وتعمقتوا فيه يا اخي طيب بتكلم على دفاع على الهدف في الزمالك والدفاع العالي قلت لي لا في خطا موجود من المعيوف والدفاع العالي اللي عمل الهلال والخطا اللي حدث المعيوف هو خطا شوف يعني لو الحين تجي الهدف يعني اول شيء ممكن اشوف يعني فرصه يعني ما اعتقد ان ذاك الفرصه اللي تيجي منها هدف يعني صحيح انه في خطا دفاعي مركز المدافعين في خطا دفاعي انا اقول لك في خطا دفاعي شوف في خطا دفاعي لكن شوف الكوره انا مثل ما امدح عبد الله المعيوف
لا انا انتقد عبد الله المعيوف بالطريقه هذه. اول شيء الكوره ما هي قويه المفروض يمسكها. ثاني شيء ولو ابغى اضربها ما احطها جوا الملعب، ممكن احطها على الجنب يا على الاطراف او انه اقدر امسكها لان هي سهله الكوره. ثاني شيء انه حط الكوره في وسط الملعب، اعتقد انه لاعب الزمالك انفتح الباب له، واعتقد انه حتى تغطيه المدافعين يمكن في بعض المدافعين ما يتوقع ان عبد الله كره خفيفه انه بيضربها بالشكل هذا. ولكن هذا انا اقول مثل ما مدحت عبد الله، لا للمباريات الجايه وللمستقبل وان شاء الله نشوفه بكاس العالم، ان الكور هذه المفروض انه ما يفكر الحارس اول تفكير الحارس انه يضربها على طول سواء خفيفه ولا هذا، لا يركز على اساس يقدر. الكوره هذه سهله يا كابتن مره يعني. لكن احنا نشوفه كابتن محمد الهدف هو البدايه نتاعه، ومن بعد انت تكلمت ما شاء الله على المعيوف، بدايه الهدف المفروض ما يتسجل. حامل الكره مش معقول في الابجديات لما باش تطلع تسوي خط انت وقفه نتاع دفاع، سواء موجودين في الخط نفس الخط ولا واحد متقدم واحد متاخر، هذوما اخطاء بعد تجي. لكن حامل الكره وقت يكون فري وعنده كره كنترول في رجله وقادر باش يعطيك باس في اي مكان في الملعب، ما يلزمش نعمل الخط، لازم يكون فما دائما حاضر للتغطيه. معنا السنتر هنا وقت اللي نشوفوا الجحفلي يميل المفروض شوي، ورينا حاله هدف الجحفلي، حاله عفوا تشوف الهدف وعلق زي ما تبغى. هدف الزمالك الدفاع العالي للهلال، تفضل يا كابتن عبد الرزاق. قلنا كابتن خالد في وقت الحامل الكوره عنده كوره في رجله وواضحه، ما يلزمش نعمل الخط، هذه تسهل الحامل الكوره باش يعطيك باس وين يبغى. شوف انا الباس لما تتعطى الحين باش تتعطى باس في العمق، شوف الوقفة نتاع الدفاع، علاش أنت تعطي فرصة لحامل الكرة اللي هو في مساحة في رجله فاضية باش يعطيك باس على اليمين في العمق في اليسار؟ المفروض شوفوا هنا الوقفة نتاع المدافع السنتر اللي هو الجحفلي المفروض يكون هو موجود في التغطية، يكمل كويلار في المنتومان يكمل على الأقل باش يصلح الأخطاء هذوما، وبعدين لما المعيوف غلط ورجع الكرة في العمق، علاش المهاجم يسجل الهدف ما هو المدافع هو اللي يقص الكره؟ معناه فما اخطاء. طيب انت تتكلم وجهت على لاعبين، اليس هذا اسلوب فريق الهلال في جميع المباريات في حالات انفراد عليه؟ الكرات المرتده، لا مش مرتده، هذه في بناء هجمه، هذه بناء خطا، هذا الهلال في كل مبارياته هذه المشكله موجوده. لا 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 بالهجمات المرتده دفاع واقف يا كابتن خالد، هذا كلهم على خط واحد خالد، مش معقول تقبل هدف وانت دفاع قدامك فما خمسه في العمق، كلهم على خط واحد. طيب يعني هذه المسؤول عنها حد قلوب الدفاع، دائما لو جت الكره من اليمين السنتر اليسار هو المسؤول عن الخط والعكس صحيح. يعني هذه هنا لازم الواحد يكون فيه تفاهم، اللي يطلع واللي يرجع هو قلوب الدفاع، لازم واحد ليبرو. طيب ورونا الملعب لايف حنشوف ايش فيه من فضلكم، نشوف ايش اللي صاير فيه. افراح هلاليه، افراح هلاليه، فيه ورونا ايش فيه، خلونا نشوف عيشونا اياه. هذا الكاس كم رفعت من كاس ما شاء الله؟ والله ما ادري، والله وش ما تدري؟ هذه جديده، لحظه هذه جديده، اقسم بالله ما ادري، انا اقسم لك انا اللي حسبوا لي قالوا لي 12 11 والله ما ادري. انا من عام 99 من عام 99 الى 11، يعني تبي بطولات عربيه فيه، تبي بطولات اسيويه فيه، تبي طبول، وش اغلى بطوله؟ كاس المؤسس طبعا، كاس المؤسس اغلى من كاس اسيا يعني بالنسبه لي، لانه هو كاس الملك عبد العزيز مؤسس هذه المملكه العربيه السعوديه. كاس من اغلى بطوله لك؟ كاس المؤسس اغلى من اسيا؟ اغلى من اسيا عندي، هذه كل 100 سنه تقام، وباسم الملك عبد العزيز مؤسس المملكه العربيه السعوديه، اعتقد ان هذا يمكن لو تشوف التدشين حق الهلال الكاس لحاله هذا. طيب محمد نقطه ثانيه اساسيه بالنسبه للهلال، توارث الأجيال للبطولات، هل هي عادة؟ بيئة هذه، سواء رئيس يجي يسلم رئيس يبغى بطولات، اللاعبين داخل النادي أنا اعتزلت سلمت الراية لهذا، وفعلا نفس الأجيال مثل ما تقول من على وقت فهودي وصالح النعيمة، وهذا أنا ما جيت طبعا إلا عام 99، بس يوم دخلت يطلبون مني بطولات، سواء رئيس نادي كان الامير بندر محمد الله يشفيه ويطول بعمره اعضاء شرف نادي الهلال، جمهور نادي الهلال لما يشوفك بالشارع يطالبك بالهذا، يعني كلمه هرد لك يا كابتن محمد، هم يطالبوك بالكؤوس وبالالقاب،
لكن اللاعب في الهلال يتكون على هذا من الفئات السنيه وانت ماشي اللي يطلع من الاولمبي باش يمشي الفريق الاول اذا هو لاعب مميز يلقى ناس قدامه ناس كل تلعب باش تفوز ناس كل تلعب باش تاخذ الالقاب يدخل في المنظومه ايش ايش معنى انك تلعب دائما انت كمنافس ايش تخلق في اللاعب دائما في جو المنافسه العاليه مثل الهلال اسيا دوري كاس ملك هذه الشخصيه تعطاها شخصيه في اللاعب ايش تعني للاعب ايش مردودها على اللاعب الصغير قبل الكبير الصغير يدخل في جو نتاع القاب ويكبر قبل وقته وهذه الميزه اللي موجوده في الهلال لاعب صغير وقت يلعب مع الفريق الاول يعتبر روحه معناها كانه عنده سنوات يلعب ويدخل في الجو يدخلوه في اللاعبين في المنظومه نتاعهم ويصير لاعب معناها من اللاعبين الاساسيين ويدخل هو يصير ياخذ في الالقاب واذا هو تحط في الوضعيه ذيك سنتين ثلاثه خمسه يطلع واحد ثاني يدخل نفس الشيء وهي ماشيه وهذه هي الهلال اللي نعرفوها من سنين بس يا خالد انا ذكرتني انت يعني اللاعبين الموجودين الان سالم الدوسري سلمان الفرج عبد الله المعيوف جحفلي يمكن هذا لا 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 انا اقصد اللي معنا واحنا نحقق بطولات احنا نحقق بطولات كانوا هم موجودين وشوفون وش نسوي بوقت المباريات يعني احنا نمزح نضحك لكن التمارين ركوبنا للباص رايحين للمباراه كله تركيز اعتقد هذه انا لما انا يوم انا صغير اول ما ركبت الباص مع المنتخب السعودي الاول مش الناشئين كان فيه صالح نعيمه كان فيه محمد عبد الجواد ماجد عبد الله عبد الله دعيه اشوف وش يسوون وش ما يسوون عشان انا اسوي عشان اني اطلع زيهم هذه ترى نقلناها خذينا الخبره هذه واعطيناها للعيبه اللي الحين مستمرين في البطولات منظومه صعبه منظومة صعبة ما يسهل يعني انت اللي تتكلم سهل حلو الكلام ترى وعايشين بطولات في ناس تتمنى بطولة من بطولات الهلال تتكلم كمنظومة تقولي سهلة لا صعبة الحين لما تسأل فهد بن نافل لما تسأله عن الأمور الفنية يا كابتن يقول لك أنا ما لي دخل في الأمور الفنية أنا شغلتي إداري أحضر مباراة أحضر تمارين أشجع يوفر كده. يوفر يحضر لك الارضيه الكل سواء لاعبين سواء امور لوجستيه سواء اللاعب باش انتدابات يحضر لك مدرب حتى يعطي المدرب فرصه طيب الهلال وين رايح؟ لما اشوفها ماليا بطولات ادوات حتى هو محروم من التسجيل في فتره في فترتين من الصيف وين رايح؟ هذا فريق الكبير فريق اللي زي ما قلت لك هو تعرف الهلال ما قلت لك بالنسبه لي انا محظوظ ما سجلش لاعبين محظوظ الناس تشوفها بالمقلوب انا اشوفها لا لاعبين تاعك الاجانب لاعبين كويسين ما عدا ممكن تغيير ولا واحد ممكن في المرحله الشتويه عندك الوقت لكن الناس منسجمه مع بعض سواء اللاعب السعودي ولا اللاعب الاجنبي عارفين كل لاعب وين يقف في الميدان وقت حامل الكوره عنده سواء من اليمين سواء من اليسار الوقفه نتاع الدفاع ناقص بطبيعه الحال المدافع الاجنبي وتزيد تثبت اكثر للهلال، الهلال لانه عنده منظومه الحقيقه من العام ماشيه مع بعضها وقاعده تتحسن وتلعب على الالقاب سواء الفريق الاساسي ولا بالاحتياط نفس الشيء. وانا كابتن عندنا انا قلت دائما ربما ضاره النافعه، عندنا لاعبين على مستوى عالي بسنترا 19 اعتقد عندنا حراس كويسين وعندنا لاعبين اجسام وبنيه ولعب لكن يحترون الفرصه. دائما انت اي لاعب يبرز بحد الانديه الثانيه اعتقد انه خيار للهلال انه وشفنا يمكن فواز اللي جبناه من الاتفاق حبيب الوطيان في لعيبه كثير تشاركت في اختيار احد اللاعبين او الحراس علي الحبسي هو يدري عن السالفه ولا لا لا هذه كان هو يدري عن السالفه لا المصدر لا مصدر ما يدري يدري انك انت اللي جايبه ولا لا كانوا فيه تقريبا ثلاث حراس تقريبا ثلاث حراس علي الحبسي وكان حارس الاتفاق حارس منتخب الجزائر بولحي بولحي ايوه وكان في حارس والله ذاكر يعني ما متذاكر اسمه اعتقد الرئيس يعني فضل انه يستشيرني انه من الافضل ومن اللي ممكن انه تاقلم طبعا اللاعبين ايه طبعا اللاعبين الجزائريين يعني بعض الاحيان تصير مشاكل او انه ما يتعود على الجو ويروح لكن علي الحبسي منه وبناء يعني دول الخليج غير كذا انه لاعب
منضبط غير كذا انه يلعب بالدوري الانجليزي حارس مميز بالدوري الانجليزي. هذا انا يمكن كانت يعني اختيار علي الحبسي يمكن او وجهه نظري ان علي الحبسي هو الافضل يعني بوقته. عاد انه انت تختار انت كرئيس تقول لي لا الافضل بس انا لنقطه ثانيه انك انك تستشار حارس ما شاء الله احد اساطير كره القدم السعوديه وبالنسبه لي افضل حارس مر في تاريخ اسيا ومن حق النادي ان يستشيره. لا كل الرؤساء يحسب 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 لاداره الانديه. لا كل الرؤساء الحمد لله كلهم يكونون لي كل الاحترام والتقدير. محمد الحاج الكويسه سواء قلوب الدفاع على الكل على الكل محاور اعتقد انه يتصل عليك يمكن 10 دقائق او 8 دقائق يا خالد ياخذ رايك. عاد انه يبدي انه يمشي برايك ولا ما يمشي برايك هذا شيء يراجع للمدرب. تفضل كابتن وراجع للرئيس النادي. قول كابتن محمد معناها اذا معروف اللي كونه على مستوى الثقه اول شيء باش تستشيرك رئيس معناها لازم تكون لاعب عندك اسمك عملت قدمت المنتخب للكره السعوديه ما تلقاش من احسن من محمد باش يقيم لك حارس في الانتدابات. هو زي ما قال يعطي رايه رايه مدروس والرئيس القرار فيه. بعد هو كل اللاعبين الخبره يا كابتن في الهلال واللاعبين نواف تمياط سامي الجابر فيصل البثنين يستشارون بس ما هو لازم اني اخذ برايك. صحيح يعني هذه هي تعطي هو أفكار. الرئيس او المسؤول فيه لجنه فنيه يعني المسؤول يجي يشاورك يا خالد انت كمحور هذا اللي تشوفه كذا وكذا 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 كذا اذا انت تقول رايك ياخذ برايك ما ياخذ برايك هذا شيء ثاني. برجع لتتويج الهلال احس ان الفرحه عاديه. ليش عاديه بالعكس؟ لا يعني بالتمرس ويفكرون في المستقبل. شوف لي دائما دائما اذا بديت موسمك وبطوله تفتح لك البطولات كلها. لحظه انت جالس ترعب العالم. الهلال اذا افتتح ببطوله يروح العام بطوله السوبر لحق الدوري واسيا لحق اسيا وبعدين الدوري الدوري الان هذه بطوله تعطيك المفتاح مفتاح الباب الباب مفتوح مفتوح الباب. في احد بيقفل الباب على الهلال في البطولات الوقت الحاضر؟ فما فرق حاضر اللي هي الشباب اشوفها حاضر السنه هذه ما زلنا ننتظره في النصر الاتحاد احسن شوي لكن الشباب ممكن يقلق الهلال. لازم الهلال ينسى الكاس اللي قضاه اليوم يفرح اليوم يفرح الليله باش يحضر روحه للمباراه الجايه ممكن يزمو هذه عنده خبره فيها الهلال متعود معناها بالالقاب ويعرف يحط رجوله على الارض ويحضر للدوري نتاعه لانه ينتظر فيه دائما يا خالد. دائما هذه العباره اللي قالها الكابتن ترى دائما تقال لنا بعد كل بطوله خل رجولك على الارض لانك توك لسه ما سويت شيء. بطولة هذه متعودين الجمهور الهلال بطولة طيب بطولتين ثلاث. محمد انت عصرت كثير من الاجيال يا اخي عصرت اربع اجيال اربع اجيال الجيل هذا وش رسالتك له؟ والله هذا وقتهم فريق متكامل اللاعبين الاجانب متاقلمين سواء سكنهم في الرياض او سكن او بيئتهم في النادي اعتقد فرصه انه البطولات الجايه تعطي كل مباراة حقها. لا الكابتن سلمان الفرج أعطى الكابتنية للمعيوف عشان يرفع الكاس زي سلمان الفرج برضه سواها مع محمد الشلهوب في نهائي آسيا 19 أعتقد هذا شيء كلنا يعني ما في كابتن على حد ترى على فكرة كلهم كباتن وروح المجموعة هذه تدخل في روح المجموعة كويسة. بكرة سلمان يجي واحد ثاني يسلمها له وهذيك هي روح المجموعة الناس كل سواس. بعدين عبد الله ترى عبد الله يمكن قبل سلمان ترى على فكره بس راح الاهلي فتره راح للاهلي اربع سنوات تقريبا ثلاث سنوات اربع سنوات. اذا ورونا اللقطه بس مره ثانيه متى ما جهزت اعطوني اياها ما شاء الله مخرجنا خطفها وعلمنا اياها. وبعدين سلمان اللقطه سلمان ترى تصرف نبيل وسلمان بينه وبينك خالد يعني انسان محترم اعطاه له كاس اسيا يعني كاس اسيا اعتقد كلنا نتمنى انه يرفعه ككابتن فريق. اعطى اليوم اعطى برضه عبد الله المعيوف اعطاه الكاس هذا ورفعه اعتقد هذه اخلاق سلمان الفرج وهذه بيئه الهلال ما في كابتن وهذا ما خلانا نتكلم الحين على سلمان. لو ما اعطاه لو ما عمل الحركه هذه ما نتكلم على سلمان بس يوري للاعب هذا مؤدب هنا اللعبة. هذه اللقطه لاعب عنده اصحابه شوف ينتظر فيه وجابه قال له تعال خذ الشاره شوف هذه حركه ما اي واحد يعملها صراحه انا يزيد يكبر في عينينا احباء الهلال
يكبر في عينين الرياضيين الكل وياخذوا امثله اللاعبين الاخرين اللي هما كباتن باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا في الملعب. ترى معاليه كلهم اصدقاء يعني يتمرنون برا النادي برا تعال يا مخرج بصراحه برافو والله برافو يا سلمان وبرافو بيئة الهلال. لذلك الهلال مختلف عن جميع الأندية في هذه البيئة. الإيثار في الراحة بين كل اللاعبين اللي عمله سلمان ترى من يعتقد أنه صغير عمل كبير جدا. برافو لبيئة الهلال. لذلك الهلال يغرد وحيدا على مستوى البطولات إذا هذه الروح موجودة. يعني أنا أتذكر يا خالد نواف التميات برضو نفس الطريقة يعني يوم جت الكابتنية طبعا لا بد أنه دائما أنه الأفضلية الكابتنية لولد النادي طبعا. ولكن يوم جيت التحقت بالهلال أعتقد نواف التميات أعطانا الكابتنية، سامي الجابر بيعطينا الكابتنية، أحمد الدوخي بيعطينا الكابتنية. يعني بعد سامي كلها مرفوضة وأنه مشون الكابتنية وأنا موجود. وهذه البيئة ترى هذه تربية من زمان ترى ما هي من ما هي وليدة اليوم ترى على فكرة. حتى 19 أعطى الشلهوم سلمان الفرج واليوم أعطى المعيوف. ترى هذه بيئة الهلال يعني. رافع كثير ما شاء الله سلمان الفرج رافع كثير عن فهد بن نافل حدود 7 تقريبا بس 4 دوري ولا 3 دوري؟ ثلاثة دوري واثنين آسيا واحد ملك واحد سوبر اليوم ما شاء الله. لا تدري ايش اللي يفرق؟ قال الكابتن قال من اللي ينافس الهلال في الدوري او في البطولات. ترى شوف يا كابتن دائما اذا ما عندك شوف للدوري طويل اذا ما عندك دكه احتياط قويه هذيك تاخذ الدور الثاني حتشوف فرق اللي انت مرشحهم للمنافسه ما عندهم دكه احتياط اعتقد انه صعب جدا تنافس. اللاعب البديل هذا هو في الهلال موجود وكما تكلمنا على سعود عبد الحميد تشوف لاعب معنا عندك البريك وتجيب سعود معنا الناس تخزر القدام. هذه ارقام المعيوف لعب 317 مباراه مع الهلال 106 شباك نظيفه رقم كبير جدا في جميع المسابقات على ما اعتقد 2028667 دقيقه لعب ترى رقم عالي جدا ما شاء الله. كنت تستاهل عبد الله من الحراس اللي احنا نطالب فيها الان انه مدرب المنتخب الاول انه يضمه للمنتخب. يعني العويس كحارس اول عبد الله لابد انه حارس الخبره لازم انه يكون متواجد يا خالد. انا لازم نطلع فاصل ونرجع نكمل على موضوع الهلال وموضوع الاتحاد وباقي الانديه. الف 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 مبروك للهلال حظ اوفر للزمالك. كرة القدم السعودية دائما لها قدم عالية جدا في هذه المحافل. ألف ألف مبروك للهلال حظ أوفر للزمالك. مستمرون معكم وبعد الفاصل العميد يتجاوز رائد التحدي بحجازه. في حياتي أبداً ما أكسى على بشرتي، أنا أختار فينس كومفورت جلايد مع شرائط الجل المرنة والشفرات المطورة بلمسة الزيوت النباتية اللي تترك بشرتي فائقة النعومة من دون أي ألم من دون مواد كيميائية. أمي كل الوقت مشغولة، نبي نقعد معاكي أكثر. تعالوا نغير هالشي. استخدام غسالة الصحون يوفر ساعة في اليوم، ممكن تستفيدي منها في أشياء أكثر أهمية. إيش رأيك؟ راح تستخدمي غسالة الصحون الحين؟ What? خصم لغاية 47% على غسالات الصحون LG. عندما يتغير معنى الصمت وتتحرك الأجفان ستحدث عاصفة استثنائية واعدة لصنع بصمة جديدة
لتكشف لنا أسرار حضارات وثقافات. نفتح أبواب تخفي خلفها أسرار مدفونة عن ثقافات وحضارات مملكتنا اللي لا يمكن أن نبقيها على الأوراق. ناسولوجيا، تأمل سحر الثقافة والفنون. في البداية قالوا ما في أمل، الصعوبات كانت كثيرة، الطريق كانت شاقة والمسيرة طويلة، تحديت نفسي والناس وما استسلمت بس تغلبت على ذاتي، وميل بعد ميل وصلت. ألف ميل قطعت، والسباق باقي وأنا مستمر. هذه الهلال والزمالك انتهت 1-1 في الأشواط الأساسية، 4-1 في ضربات الترجيح، انتصر فريق الهلال، ألف ألف مبروك للهلال. ندخل على الأمور الفنية كابتن محمد، الجهة اليمنى في الهلال فيها ماريجا وسعود كانت خطر جدا في كل المباريات يا خالد، مش من اليوم، يعني مش من اليوم، حتى لو ما في سعود عبد الحميد فيها بريك برضه جهة قوية. أعتقد التفاهم اللي بين موسى وبين البريك وسعود، اعتقد هذا هو اللي خلى الجهه هذه قويه. اعتقد لما تشوف الحين شوف التفاهم، اعتقد حتى موسى يعني يرجع يساعد البريك ولا يساعد سعود عبد الحميد. موسى اعتقد انه هذا لاعب يعطي حلول كثيره بالنسبه للظهير، وهذه ما تشوفه باي لاعب ترى على فكره، حتى يعطيك خيار تمرير كل يعني يوضح لك نفسه، يعني يجبرك انت كظهير انك تعطيه الكوره يا كابتن. اي لاعب حامل الكوره ماريجا هو دائما يعطي الحلول، وهو افضل لاعب في الحركيه نتاعه، وكان اخطر لاعب على دفاع الزمالك ولا غير الزمالك لما يلعب ماريجا دائما يعطي الحلول. شوفوه هنا وقت يشوف سعود عبد الحميد في ظهره كيفاش يدخل راس حربه ثانيه، وهنا طلبان الكوره مع ايجالو، وهذا من اللاعبين المطلوبين واللي يزعجوا اي دفاع وقت اللي خرج ماريجا. ممكن سعود والان سعود عبد الحميد هنا كثر من الطلوع واعطاها كور صحيحه وما استغلتش كما يلزم، وبعد ما خرج ماريجا كان تشوف سعود هو اللي ولا شغال على جهه اليمين، ودائما الكره توصل له من عند سلمان خاصه. سهلت اللعبه شوي على دفاع الزمالك لو لاحظنا بخروج ماريجا. ماريجا انا كنت نستنى ما يخرج ماريجا، لانه ماريجا قاعد يعطي فيك في حل كراس حربه ثاني وكرواق يمين، وساعد الظهير بعد بالرجوع، وساعد الظهير ويرجع. لكن الفرصه اللي تو انقذها محمد عواد، حنتكلم على محمد عواد لك، لا 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 بالفرصه انا اتكلم على موسى، على موسى على موسى على موسى انا اتكلم على موسى، يعني الفرصه اللي تو انقذها، يعني دائما لو راس الحربه يركز تركيز وين يلعبها؟ هذه كذا بس يزنها لفوق كذا كذا من خفيفه، يعني انت عارف البرود اللي تقول فيه كده انفرد في واحد، انت في حارس كيف كده انفرد في حارس في انا حارس كيف انفردوا فيه لا تدري تدري بقول لك شيء والله انا بشوف انا بس هو شارك كثير في انفرادات انا بقول لك شيء، انا دائما وانا حارس مرمى لو جاء المهاجم منفرد اطلع عليه بقوه، لكن لما يسوي لي كده اللب هذا محمد اطلع برا اللعبه ترى محمد، ترى كل ما تقرب من الباب كل ما الباب تشوفه قد كذا ما تشوفه بصراحه، واذا جاء حارس في طولك ما شاء الله واذا يقول لك لا ما اشوف الزاويه، لا 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 انت شوف المساحه اللي مشابه. طيب بروح لك العواد، لا لا نجم هذا يعني هذا انا اذكر العواد حارس الزمالك اذكر وانا بنادي الوحده كان تفضل، ولكن اليوم
اعتقد النتيجه الشوط الاول المفروض ثلاثه لولا الله ثم عوض محمد عوض. اعتقد هذا مستقبل مصر، مستقبل مصر يعني المنتخب المصري مقبل على حارس اذا هو بالمستوى هذا كل مباراه. اعتقد انه هذا الحارس الاساسي المنتخب مصر يمكن بعد الشناوي وبعد ابو جبل. اعتقد انه محمد عواد ممكن انه يصير. ورونا ارقام محمد عواد بالله من فضلكم و... يلا هذه تصدياتها تفضل. يعني شوف 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 الحضور والتركيز المرونه يعني هذه كلها يعني لما تشوف حارس انت بالشكل هذا حتى الفريق لعيبه الفريق دفاع والدفاع يعطينا الثقه يثق. يعني شوف تبي تسديدات رد تسديدات انفرادات اشياء كثيره محمد عواد سواها في هذه المباراه. تحمل يعني الشوط الاول حتى الشوط الثاني بعد برضه تسديده سلمان الفرج يعني كذا كوره شالها محمد عواد. انا اتمنى انه يبقى على نفس المستوى هذا لانه الكره المصريه اعتقد انها تحتاج حراس يعني دائما الاصابات يمكن ابو جبل وشناوي اعتقد انه يمكن ما تاهل المنتخب المصري وهذا للاسف الشديد انه الكاس العالم. ولكن ان شاء الله في بطولات جايه اتمنى ان شاء الله نشوف محمد عواد يعطى الفرصه. الى قلت في نقطه من الشوط الاول الهلال سريع في استرجاع الكره سريع جدا وهذا ما خلى الهلال يسيطر على وسط ميدان وخاصه في مناطق الزمالك. نشوفوه هنا وقت اللي هو في الهجمه وتتقص الكره شوف ايش يصير في لاعبي الهلال بسرعه في نفس المنطقه يرجعوا الضغط مستمر واحد واثنين وثلاثه وفي نفس المنطقه ويفكوا الكره. وهذه ما هي سهله وما هو اي فريق يسواها لانه لو ما يرجعوا يضغطوا شوفوا كاريو كان في الهجمه في 18 يلقى روحه هو اول واحد يضغط ويفك الكره. وهذه تحسب الهجوم وسط الهلال في استرجاع الكره باش يريحوا الفريق ودائما هم المسيطرين وهم اللي يضغطوا على الخصم. بس يا كابتن الزمالك اخر مباراه له قبل 10 ايام اللياقه البدنيه احس ان الهلال هو اللي قاعد من اول المباراه الى اخر المباراه هو اللي قاعد مسيطر مستحوذ. هي اختيارات تكتيكيه كابتن محمد. شوفوا الزمالك من اول اللقاء كيفاش البلوك نتاعه طايح تحت وسط الميدان صحيح والهلال العكس. الهلال قاعد طالع ضاغط يحب يخلص المباراه والزمالك يحب يخلق مساحات ويمشي فاهم باش ينجم يضرب دفاع الهلال خاصه على ظهر اللي يطلعوا الاثنين. هنا فما فريق بشكل وفما فريق بشكل. ممكن المدرب زي ما تفضلت يقرا حساب اللياقه يقرا حساب اللاعب اللي جاء وماهوش حاضر بدنيا يقرا حساب لاعب راجع من اصابه. لكن تقريبا حسب ما شفنا المنظومه نتاعه هما نفس اللاعبين. يعني ممكن انا ممكن يا كابتن اقول للمدرب عذر لو الملعب والرطوبه اللي كانت موجوده سواء في قطر. لكن الملعب درجه الحراره اليوم 22 في تكييف اعتقد هذا ما يضر ما تحصلها في اي ملعب. بس ترى الزمالك موسمه ما خلص اللي قبل 12 يوم او 10 ايام 10 ايام يعني هذا هو. انا بس اقول لك انا الهلال هو ماسك المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. انا استغرب فيها ايجابيات فيها ايجابيات اعلى لا فيها ايجابيات وفيها سلبيات. من افضل لاعب في مباراه الهلال من لاعبين الهلال اليوم في وجهه نظرك؟ والله شوف دائما احنا انا بالنسبه لي عجبني ماريجا اليوم. عجبني ماريجا لكن ما كنتش نستنى باش يطلع الحقيقه لانه هو اللي اعطى الحلول اعطى عده لاعبين اعطى من فريق العمل مختارين اسماء بعيده عن ماريجا. لا بعيد عن ماريجا ثم سعود عبد الحميد يستاهل باش يكون افضل لاعب. انا كاريليو كاريل ومن الزمالك لاعب كاريليو صراحه. والمعيوف والمعيوف ليش لا بالبلنتيات هو نجم. طيب شوف بالهدف لا ما اعتقد. شوف الاستفتاء لعمر فريق العمل على رجل المباراة سعود عبد الحميد 20% كاريو 18% عبد الله المعيوف 46% كويلار 16%. الناس لهم الحلقة الأخيرة كابتن عبد الرزاق الحلقة الأخيرة ضربات الترجيح. ما هو احنا تو نمشي على ساعة ونص لعب ما اعتبرناش ضربات جزاء. باش نعتبروا ضربات جزاء نقولوا المعيوف ضربات ترجيح ترجح ترجح كذا ولا كذا. لكن بالنسبة للمعيوف حسبنا على ساعة ونص زي ضربات الجزاء يستاهل. أما إذا كان على مردود نتاع وسط الميدان شوف سعود عبد الحميد المردود اللي أعطاه اليوم صعيب. معيوف كان يتصدى ضربات ترجيح أول ولا تطور؟ لا لا تطور من أول. الوزن حق المعيوف كم يوم يلعب كأس العالم 98
قصدي اللي في روسيا 2018 اعتقد كمل وزن، لكن عبد الله استدرك هذه الاشياء هذه. وبعدين الحارس ترى على فكره يعني انا دائما كاس اسيا 96 كاس العالم للناشئين اعتقد انا حط النجم المباراه وانا ما سويت شيء كله بسبه بس ضربات الجزاء. ليش تضحك طيب؟ ليش تضحك؟ سمعت ايش قال انت ولا لا؟ لا فسرني صح. يقول اعطوني رجل مباراه وانا ما سويت شيء. شايل له اربع ولا خمس اهداف. لا مو لا والله من كاس اساسي 96 96 يا عمي فرصة فرصة ضربات الترجيح فرصة والله ضربات الترجيح هي ضربات الترجيح هي اللي تخليك نجم. المعيوف اليوم انا صراحة فاتن هذه صراحة ولا ما ترى مع الجمهور 46 اسمع الجمهور خلاص مشيناها عليك. طيب اليوم ايضا لاعبي الهلال عملوا ممر شرفي للاعبي الزمالك بسبب تحقيق بطوله الدوري، مبادئ موجوده ما شاء الله. هذا شيء يفرح، معناها تشوفه في الدوريات، معناها في ماتش فيه اثنين فرق عرب من مصر ومن السعوديه اعطاوا الامثله للعرب بصفه قبل التتويج طبعا، هذا باش نشوفوا المستوى والروح الرياضيه، وهذه اشياء ما تحصلهاش في عده اماكن. أنا قلت مرتضى منصور أرجع لمرتضى منصور يا أخي، الرئيس يخليك تدخل المباراة بحماس وروح. في تعليق أخير على مباراة الهلال والزمالك؟ آخر شيء أننا نبارك الجمهور الزعيم هذه البطولة، يمكن ما أدري هي تنحسب ولا ما تنحسب مع البطولات، ولكن احنا نحسبها الزعماء اللي هي 66 الآن 66 يعني شويه يعني ترى 66 وبارك الفهد بالنافل. قال لك تتحسب ولا ما تتحسب؟ شبعانين ذولا يا هذول شبعانين. انا بس شبعانين. هي بطوله بالنسبه لنا احنا نحسبها 66 بطوله بالنسبه لكره القدم السعوديه والكره القدم السعوديه وبافتتاح ملعب كاس العالم. نقولوا مبروك للهلال مرة ثانية، مبروك للجمهور بصفة عامة، السعودية بكل، للعرب بالكل. مستوى كان راقي اليوم، هاردك للزمالك قدموا مستوى طيب، لكن هذيك هي حال الكرة، واحد فايز واحد منهزم. مبروك يا زعماء، هذه عوايدكم كل سنة في احتفالية. ألف مبروك للهلال إلى ملعب الفي آر مع الكابتن عبد الله القحطاني. كابتن عبد الله مساء الخير. مساء الخير أخوي أبو الوليد وعلى الزملاء الأعزاء وعلى السادة المشاهدين. طبعا راح نستعرض أهم ثلاث حالات حدثت في مباراة الهلال والزمالك. الحالة الأولى كانت في الدقيقة 38 وهي حالة استمرار للعب لعدم وجود تعمد في لمس الكرة من قبل لاعب الزمالك. الكرة ارتدت من الأرض إلى يد لاعب الزمالك التي كانت في وضع طبيعي، لا يوجد أي تعمد، لا يوجد أي تكبير، لا يوجد أي فعل إضافي، لذلك الاستمرار كان قرارا صحيحا. الحالة الثانية، نذهب للحالة الثانية وهي حالة سقوط للاعب الهلال داخل منطقة الجزاء. أنا من وجهة نظري حالة تنافسية نتيجة يعني طبيعة، مثلا إذا ما رأينا الكرة الأفريقية وطريقة اللعب فيها، أيضا في مشاركات من الرتم العالي، هذه المنافسات الطبيعية. ما في ضرب في الكوع أو دفع في الجسم؟ طبعا موجود التلاحم، لكن ما رفع قيمة التلاحم هو انحناء لاعب الهلال إلى الخلف. طيب. اللي هو بالشكل هذا لا يوجد ضربة جزاء. الاستمرار قرار صحيح، ونشجع مثل هذه الألعاب لمصلحة كل الفرق. نأتي إلى طبعا الشيء المميز في تطبيق قانون الفي اي ار اثناء التنفيذ، ركلات من علامه الجزاء. يمكن الناس كثير يجهلون الموضوع انه الفي اي ار يتدخل فيما اذا كان هناك خطا مرتكب. هنا لاعب او حارس الزمالك اثناء او قبل التنفيذ كان مغادرا لخطوط المرمى تماما بكامل قدميه، لذلك تم مراجعه الحاله من قبل حكام الفي اي ار واعاده ركله الترجيح التي من علامه الجزاء. طبعا كانت تجربة جيدة أيضا لطاقم الحكام القطري المشارك في كأس العالم، سواء الساحة والمساعدين وأيضا حكام الفي اي ار. هذه مجمل الحالات أبو وليد اللي حدثت في المباراة. شكرا أبو زياد، موعدنا إن شاء الله في مباراة الترايد والاتحاد والباطن والاتفاق. هذا المجم طيري يقول السؤال لك، يقول أبو الوليد شوف لنا حل بهالفريق اللي ما ينهد حيله أبدا، ما ينهزم ليش؟ مو فريق مثل الفريق اللي بكوكب الأرض، وش الفريق اللي ما يتعطل؟ الله يطيح حظك الهلال، هذا شكله تعب الهلال. ان شاء الله ما تقبل دعوته، ان شاء الله يعني ما تقبل دعوته، لكن دائما الشغل
الصح هو اللي يجيب لك البطولات. اما اني اطلع برا الملعب لا. اعتقد انه الهلال عمل مؤسساتي، اعتقد رئيس نادي، جهاز فني، لاعبين، كلهم عارفين ايش الدور كل واحد يقوم فيه، وهذا نعمه من الله سبحانه وتعالى. الف مبروك للهلال، حظ اوفر للزمالك. مستمرون معكم وبعد الفاصل. بمعاناة الكفاءة المالية الباطن بلا هوية. تعرفي سر قوتي؟ غسول الجسم الجديد من لكس بزهور الأوركيد السوداء وأفرسنت إسنشال أويل مع عطر أثر يدوم لمدة 24 ساعة. قوتي تدوم 24 ساعة. إيه أخبار قوتك؟ منذ ماض سحيق كانت الموسيقى صوتنا الذي أسمعناه لرياح التغيير، وظلت الموسيقى شوقنا الذي نرتاح إليه من تعب الترحال والشجن. ومن معالم تراثنا الموسيقي تشكلت هويتنا وثقافتنا وأصالتنا، وبهم فتحنا على العالم وضممنا صوتنا إليه. موسيقانا. نمضي ونكشف سر غموض يأسرنا لنخرج لواجهة النور، ويبقى جزءا غامضا ينتظر ذوبان الجليد، يعود ليخرج من بين أحضان الماء تتنفس عندها كلمة لينهار جبل الجليد. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة FM. نتائج مباريات دوري روشن في مباراة اليوم: الاتفاق انتصر على الباطن 3-0، الاتحاد ينتصر على الرائد 1-0 في بريدة. عودة حمد الله، نتكلم عن مباراة الرائد والاتحاد، عودة حمد الله عاد شيء للاتحاد؟ عاد روح وخليني أقول معنويات للفريق بصفة عامة، لأن كل تنتظر في حمد الله، تنتظر في رأس حربة صريح للاتحاد، لأنه هذا اللي كان ينقصه. نعرفه الفريق ما كانش يلعب برأس حربة، كان الفريق معناه شوية فما فريق تحسه مشتت. اليوم نلقى الاتحاد معناها عنده فريق واقف صح، فيه ثلاثة صناترة كما قلنا المستوى نتاعهم، إذا كان يعاونوا الظهير اليمين والظهير اليسار في طلوع الكرة خاصة يتحسن الاتحاد. لكن المستوى اللي شفناه في الشوط الأول الحقيقة ما فماش مستوى كبير، فما مستوى عادي جدا. حمد الله مازال ناقص ريتم نتاع مباريات في رجوله، ما كانش في مستواه المعهود بطبيعة الحال، بعده على المباريات، بعده الإحساس ناقص نتاع كرة. فريق الاتحاد عرف كيفاش يخرج من المباراة الصعبة ضد الرائد، فريق المحترم، فريق اللي عرف كيفاش يحافظ على وقت معين في التعادل، لكن ما وصلش للنقطة على الأقل. بس برضه ترى وجود حمد الله في الملعب أعطى حلول لاعبين كثير. يعني شفنا احنا مباراة الاتفاق والاتحاد تجي فرص، ولو كان فيه موجود حمد الله ممكن ينهيها، ولكن حمد الله وجوده اليوم حتى الشوط الأول، يعني الشوط الأول تقريبا حدود 3 فرص محققة 100%، واحدة في العارضة والثانية، يعني أعتقد أنه الاتحاد وجود حمد الله
أي رأس حربة ترى على فكرة أي رأس حربة أنه يكون هداف عندك بالفريق أنت توقع الهدف يجي طيب. بأي لحظة في أوقات المباراة. طيب محمد بروح لك الهدف توقع من حجازي أم المدافع غير موجود والهدف المدافع أعتقد المدافع تمركز اتكالية بنفس الوقت يعني شوفوا الهدف يعني أعتقد شوف وين حجازي فيه راح جاب ورجع وجابه هذا الحارس طبعا ما يقدر توقع وقراءة من حجازي ولا المدافع هو الحجازي سجل هدف ونقولوا له يعطيه الصحة ومشى وتوقع لكن المدافعين كرة في مستوى تحت الراس تحت صدر اللاعب مش عالية الكرة باش نقولوا والله ممكن المدافعين كانوا واقفين غلط المدافعين مقروش اللاعب صح باش يشيلوا الكرة هذا المشكلة حجازي معروف بضرب الراس يعني دائما الطوال بالذات السناتري لما يجون يساعدون انت كحارس مرمى لازم تحط معهم افضل ناس ضريب الراس يضربون بالراس اي بس اللي مراقبه ما يدري وين الكوره وهذا المشكله هذه المشكله هنا الخطا الدفاعي احنا نتكلم عن المدافعين طب ليش ما حسب على حجازي في توقعه في تنزل في المكان هذا اي ما هو كيفاش يجي الهدف كابتن خالد هو فما توقع تاع المهاجم اللي هو موجود في 18 باش يسجل الهدف لكن فما زاد بالعكس الخطا من المدافع اللي هو سهل له المأموري أنا بروح لك للنقطة اللي ذكرتها في مشاكل بناء الهجمة في الاتحاد وبالتحديد في القلبين الدفاع والحالات أمامك المشكلة وين بالتحديد؟ وش حلها؟ المشكلة يلزمها شغل كبير في التمارين شوفوا توا هنا ثلاثة مدافعين المفروض اللي قاعدين نشوفه فيه في الشاشة هو الصح الوقفة الثانية اللي هذا يفتح جهة الظهير اليسار والثاني يفتح جهة الظهير اليمين والأطراف هذوما اللي نسموهم احنا اللاعبين الأطراف هما ياخذوا مساحة لقدام هنا نشوفوا الصناطرة ما همش قادرين يعطوا الحلول الهجومية شوف عطاه الباس ورجع لورا لأنه ما هوش متمرن باش ياخذ الكرة ويطلع بها عنده المواصفات أنا أشوف مواصفات ممكن تلقاها عند شارحيلي وإن شاء الله يكون الإصابة نتاعه سالمة لكن شوف أنا الوقفة نتاع شارحيلي أنا نشوفها توصيات من المدرب توصيات من المدرب لأنه الاختيار تاع لاعبين الأطراف الاثنين لاعبين مباراة الاتفاق اللي طلبتها يا كابتن عبد الرزاق تتكلم على قلوب الدفاع وتمركزهم نفس الحالة شوف على خط واحد وهذا أشوف هنا المفروض شوف هذه الوقفة الصحة يطلع الطرف نتاعك ياخذ مساحة قدامك وانت تاخذ الرواق اذا لعب الاتحاد بهذا الاسلوب تنحل مشكلته في بناء الهجمه تنحل مشكلته 100% في بناء الهجمه ويتعبوا لاعبي الاطراف الحاجه اللي ماناش نشوفوا فيها لاعبي الاطراف نتاع الخصم باش يولوا يرجعوا ويساندوا في الدفاع وهنا تقام مرخين بدني لو استمر هيدا الاتحاد بهذا الشكل يواجه صعوبه صراحه لان قلب الدفاع غير مشاركين يعني شوف دائما شوف انا احترم المدرب واقدر المدرب ولكن الثلاثه هذه يبغى لها مباريات وديه طيب. كثير على اساس انهم يقدرون يتفاهمون ولكن ثلاثه على خط واحد ما اعتقد انها تقدر تبني هجمه من ورا من الخلف رومارينو هو موجود اليوم كيف كتحرك كتحرك هو 9.5 يلعب لقى يعني نفسه يلقى نفسه افضل منه كان مطالب منه المباراتين الاخيره حق الاتفاق واللي قبل مطالب انه يسجل تفضل تحركاته امامك شوف تحركاته يعني الحمد لله اعطاه خيارات كثيره هذا هو نفسه هذا اللي يلعب بالمساحات هذه هو يبغى يلعب 9.5 وبعض الاحيان يلعب 10 يعني شوف تحركاته هذه التحركات اللي تنفس هنا تنفس من يوم جاء الحمد لله اعطاه خيارات كثيره ويعطي يعني حلول الحاجه الميزه اللي عند وبغى يسجل على فكره اللي عند روما يعطي الحل لراس الحربه راس الحربه دائما هو وراه يشوف وين يتمركز في الكره تبدا في الاطراف خاصه تتلعب اذا راس الحربه راح القائم الاول تلقى رومارينو القائم الثاني اذا راس الحربه راح القائم الثاني تلقى رومارينو مشى القائم الاول معناها عنده قراءه تجي من الخلف قراءه معناها ممتازه جدا ما تلقاش عند كثير لاعبين يدخلوا 18 في الرفع حتى يا كابتن لما يكون موجود الحمد لله حتكون الرقابه كلها على الحمد لله مباريات الاتفاق كل الرقابة هو جاي من الخلفي باغت يعني هو ضيع فرص صحيح انه اليوم جته كذا فرصة المفروض انه يسجل ولكن انه دائما يشوف هذه تحركاته مناطق لمس الكرة التمريري يعني اعتقد انه ما شاء الله تبارك الرحمن في كل محل تلقاه طيب على بالنسبة لك يا كابتن عبد الرزاق نونو سانتو مقنع مع الاتحاد في الثلاث مباريات أنا نقول مازال ما قنعنيش من حقه باش يلعب بثلاثة مدرب ولا باش يلعب بأربعة هذه طرق واختيارات لكن هي التنشيط فوق الميدان شنو اللي يعطي بالنسبة لي ما زلت ما اقتنعتش بالاتحاد
من ناحية خروج الكرة من ثلاثة سناتر. إذا تصلحت نونو صلح الطريقة نتاعه هذه بيعطي المجال للسناترة باش يقربوا سواء إذا كان الكرة طالعة من اليمين باش واحد يقرب وحجازي يقرب جهة اليمين والسنتر الثالث يقرب للوسط، هنا تتصلح الاتحاد وتطلع الكرة وتولي كرة مسيطرة بها في وسط الميدان وتخلق أكثر لاعب في الهجوم. وجهنا وجه تفضل حتى الرائد ترى على فكرة حنتكلم على الرائد بس بقفل ملف نونو سانتو وبعطيك مجال الرائد زي ما تبي. طيب وجهنا هذا السؤال على نونو سانتو، هذه أرقام نونو سانتو، نونو سانتو في خلال مباراة الدوري وأرقامه، فاز في مباراتين تعادل في مباراة. في استفتاء عمل فريق الإعداد يقول برأيك هل تعتقد طريقة لعب نونو سانتو مناسبة للاتحاد؟ راح للجمهور، سؤال الجمهور، الجمهور راح احتضر الأرقام أمامكم، 28% مناسبة، 41% غير مناسبة، 31% محمد يقول الحكم بدلسة الحكم بدري. هو لازم الحكم بدري بس أن الثلاثة هذه لازم يبيلها مباراة ودية، يبيلها معسكر طويل على أساس أنك تقدر ينسجمون مع بعض الثلاثة. انت كل المباريات اللي الثلاثه اللي لعبوها كل الثلاثه اللي ورا كلهم على خط واحد وهذه صعبه. الحين دخلوا في المباريات كابتن محمد زي ما تفضلت هي تجي من التحضيرات تبدا، لكن انت دخلت الحين في المباريات لازم تصلح اللي موجود وقادر باش تصلح في التمارين، وكل يوم في التمارين لازمك تصلح الوقفه هذه. اذا وصلت عندك الكوره عند حجازي الطرف يطلع السنتر يقرب لك وتطلع الكوره والخدمه دي 3 5 2 كيفاش تجي. محمد الرائد اليوم ورا زين منظم قدام مش موجود، تنظيم الدفاعي جيد اليوم سموديكا، هو تنظيم الدفاعي كويس بالنسبه لهم ولكن الهجمه المرتده بطيئه. يعني انتم لما تشوف كم لاعب الحين 1 2 3 4 5 6 9 لاعبين، طبعا اكيد انه هذه قوه الاتحاد، انه مدرب الرايد عارف قوه الاتحاد وعارف خطوره الاتحاد، لكن الهجمه المرتده لما تجينا هجمه مرتده، اذا ما عندي لاعب سريع، اذا ما عندي لاعب هداف ترى ما 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 تنفع الطريقه. اعتقد ان الرايد بالمباراه هذه ايش الفرصه اللي جته؟ ولا فرصة، ما في ولا فرصة، يعني معناته أن النواحي الهجومية عنده صفر وهذه مشكلة. ولكن قوة الاتحاد ممكن أنه هذا بس، ولكن أني ما أستسلم. الرائد يدافع فقط ليدافع، ما عنده ما عنده هدف ثاني بعد الدفاع؟ ما 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 شفنا شيء، حنا المباراة هذه كلها ما شفنا شيء من الفريقين ولا من الاتحاد؟ لا 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 من الرائد، أنا حكيك عن الرائد، لكن الاتحاد جته كذا فرصة الشوط الأول وكان يسجل الاتحاد، لكن لما انت تجي تلعب بالطريقه هذه لا بد انك عندك تختار لك ناس بالهجمه المرتده يكونوا اسرع. انت لعبت ضد سوموديكا يا كابتن، لعبت ضد مدرب يعرف يهاجم ولا لا؟ انا اشوف سوموديكا اكثر ماشي للمنظومه الدفاعيه، لكن الاشكال هو من حقه تو تشوف المستوى الاوروبي اي فريق تشوفه البلوك نتاعه دائما الناس كل من الفرق الكبيره سواء في انجلترا ولا في المانيا ولا في اسبانيا ولا في فرنسا في اي كان، لكن بعد افتكاك الكوره ايش تسوي انت يا سوموديكا؟ هذا هو الشغل اللي لازم يشتغله سوموديكا باش يعطي فريق الرائد نزعه اكثر هجوميه، ما تقعدش بس تدافع. الفكره غير موجوده عنده للان؟ الفكره يلزمك العناصر، لازم تعرف تختار العناصر. طيب مليان يا خالد، انت كمدرب جاء هدف لازم تغير طريقه، طيب لازم ترجع لطريقتك، لازم تهاجم، لازم تعدل. طيب هذا ما لا ما يعني انت المباراه على نفس الطريقه. لا الى الى اليوم اصابه والله عورت قلبي انا رحمه رحيل، والله عورت قلبي، يعني عارف الله يقومه بالسلامه، منظر مؤلم كان بالنسبه لي. الف الف سلامه للكابتن احمد شراحيلي، مؤلم نقول ان شاء الله الاصابات النوع هذا ان شاء الله تكون خفيفه، ما تكونش على مستوى الركبه، تكون على مستوى المفصل، تكون اقل اضرار ان شاء الله. هو يكون لا مفصل ولا ركبه يكون والله سليم والله والله. اما الالتواء هو واقف على رجله، لانه واقف على رجله والالتواء صعب. كابتن قوه ان شاء الله باللطف ثقل اللاعب كله على الجاي، يعني ان شاء الله ما يكون لا رباط جانبي ولا رباط سليم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب في عز مستواه ومقبل على كاس العالم. اقول لك الف الف سلامه يا كابتن احمد، قوم بالسلامه ان شاء الله. فراق الغير السد يستاهل رجل المباراة أحمد حجازي. والله اليوم أحمد حجازي سجل هدف، كان معناه في الدفاع خدم خدمته بطبيعة الحال كما يلزم، كان قيادي في الدفاع وهذه مهمة باش حافظ على المنظومة الدفاعية نتاعه. من الناحية الدفاعية نحكي كان معناه ممتاز ويستاهل باش يكون رجل المباراة اليوم حجازي. والمباريات هذه أبو الوليد ترى ثلاث نقاط أهم شيء، أكيد أهم شيء ثلاث نقاط، يعني الأخطاء ممكن أنها تظهر،
تتصلح في الايام الجايه، ولكن زي المباريات هذه لازم تاخذ الثلاث نقاط، لانه انت تلعب مع فرق ما هي منافسه على الدوري، يعني دائما الرايد على التعاون، يحبون الوسط يحبون هذا. سلم لي على حجازي يا شيخ، متى ما لقيته تلقاه في الدفاع في الهجوم واقف قائد حقيقي للاتحاد. ألف مبروك للاتحاد، حظ أوفر للرائد. مستمرون معكم بعد الفاصل. ملعب اس بي سي يفصل في مواجهتي ختام الجولة فنيا. حتى مع بخاخك اللي بتستعمليه تظل الروائح الكريهة والجراثيم تنمو على الأقمشة اللي لا يمكن غسلها. الآن مرعش الأقمشة الجديد من داوني بخ لإزالة الروائح والقضاء حتى 99.9% من الجراثيم. جربي معطر الأقمشة الجديد من داوني. برنامجنا معني بالرياضات المجتمعية. الناس بدوا يكتشفوا طبيعة المملكة بطرق مختلفة. مرن قد ما تقدر، عندنا مواهب عالمية. أنا متفاجئ ومبسوط بكمية المجتمعات الموجودة في المملكة، ومتحمس إني أقابلهم كلهم. جوهم رياضي الاثنين 9:30 مساء على اس بي سي. عبالك بتسوين عرس نفس الناس؟ فارجع عني وخي فحاتمي ياج لما اخذ ربعك. ايش طفيت الليت؟ بخيل بكل شيء، حتى المشاعر بخيل فيها. طلقها، كلمتي هي اللي تمشي فيك. الكون في كفة من الأحد إلى الخميس 10:00 مساء على اس بي سي. الاتفاق انتصر على الباطن 3-0 كابتن عبد الرزاق. النتيجة 3-0 اوكي، لكن نشوفوا الشوط الاول الحقيقة ما فهم ولا كورة شفنا، وشفنا فريق معناه الحقيقة يدافع بامكانياته. الباطن فريق يلعب بدون اجانب، الاجنبي اللي عنده طلب تغيير قعد بدون اجانب، يلعب ند للند في الشوط بس يدافع، بس ما مشاش للهجمات المرتدة. الاتفاق ما عرفش يفتح الدفاع المسكر خاصة في الشوط الاول، ما غيرش في الريتم، ما غيرش في السرعه، قاعد يلعب بالبطيء، فريق واقف قدامه ويدور في الكوره من اليمين لليسار، لكن ما قاش الحلول. جت فرصه واحده ممكن الشوط الاول، الشوط الثاني رجعت الاتفاق، حط ريتم افضل من اللي حطه في الشوط الاول، سجل هدف، من الهدف هذاك بدا يفتح شويه فريق الباطن، حب يطلع للهجوم وقبل 3 أهداف، وهذاك هو الباطن. ما نجموش نلوموه، نقولوا مبروك للاتفاق وما نلوموش الباطن. فيتين هو المكسب الكبير الفريق، فريق الاتفاق لاعب الطرف اليمين، مساندته كانت جيده جدا، دائما هو دائما تواجد في هذا، اعتقد انه سجل الهدف الاول. يعني مشكله الاتفاق يا خالد اعتقد انه ما احترم فريق الباطن،
يعني داخل ضامن المباراة. وشفنا احنا الشوط الاول يمكن ما جاء الهدف هذا اللي بالدقيقة 65 من المباراة، يمكن هو اللي خلى الباطن يمكن انه تعطى المساحات ضربة الجزاء. اعتقد انه هناك في خطأ بعد برضه، ولكن الاتفاق لا حتى الان بعيد عن المستوى. بس اللاعب هذا، اللاعب هذا تحركاته ومتحركاته، بس يحتاج اللاعبين جاهزين له. اعتقد انه اللياقه البدنيه عاليه عنده، التمركز. اعتقد ان الهدف هذا شوف دخل من بين قلوب الدفاع وقدر انه يسجل، ولكن انه فريق الاتفاق لا حتى الان بعيد بعيد كل البعد عن مستواه اللي هو معروف. حتى لا انسى حارس شو اسمه مشعل الشمري، اعتقد انه نجم اليوم مباراه الباطن. فيتينو هو رجل المباراه كابتن عبد الرزاق. فيتينو اشوفه رجل المباراه لانه هو لقى الحل الاتفاق، خاصه حل فردي، بس سجل هدفه وافتح الابواب للفريق باش ياخذ ثلاث نقاط. يعني قدراته عاليه، متمكن. انا ما عجبني مباراه الاتحاد، مش اليوم، مباراة الاتحاد كان واضح. أنا قلت لك يعني هو يساند بالخلف ويهاجم بنفس الوقت. أعتقد إنه خالد هذا لاعب، بس لكن يحتاج لاعبين معه. يعني يحتاج لاعبين معه إنه مساعدون اللاعب هذا. طيب. ولكن هذا أعتقد إنه صفقة ناجحة بالنسبة للاتفاق. طيب. إلى اليوم هذه مناطق لمس الكرة بالنسبة لفيتين هو، وكان فعال بالنسبة لي في الطرف الأيمن أو خلف المهاجم. لاعب مفيد جدا لفريق الاتفاق. اليوم حدثت إصابة في ملعب المباراة بالنسبة لحامد الغامدي. شاهد الإصابة اللي حدثت لحامد الغامدي والمنطقة اللي حدثت فيها الإصابة. شاهد لاعب الاتفاق اللي حدثت الإصابة مش موجودة. طيب الى ملعب الفي ار مع الكابتن عبد الله القحطاني. تفضل يا كابتن. مساء الخير مره اخرى. ناتي على مباريتين اليوم اللي في الدوري المحترفين. المباراه الاولى الرائد والاتحاد، حاله اولى في الدقيقه 43 وهي حاله سقوط للاعب الاتحاد داخل منطقه الجزاء، حاله استمرار صحيحه، موقف الحكم جيد، المسك اللي حدث هذا ليس المسك المؤثر الذي يسقط اللاعب، لذلك حاله الاستمرار كانت قرار صحيح. الحاله الاخرى وهي الحالة التي هنا تم من خلالها طبعا تسجيل هدف بواسطة لاعب الرائد، نؤكد أن الحالة هذه كانت منشأها تسلل، لذلك تم إلغاء الهدف بداعي التسلل عند قيام الكرة. نذهب للمباراة الثانية، مباراة الاتفاق والباطن، دقيقة 47. هذه الدقيقة كان يجب أن يظهر فيها الطرد على لاعب الاتفاق نتيجة السلوك مشين أثناء توقف اللعب، حيث قام باستخدام الرأس على الوجه، وهذه من الأشياء التي شدد عليها أثناء توقف اللعب. أي ضرب على الوجه باستثناء القوة الضئيلة لابد أن يكون هناك طرد. هذه الحالة تستوجب الطرد ولم يوفق الحكم فيها رغم استدعاء من حكم الفار. هذه حالة احتساب ركلة جزاء أيضا من قبل حكام الفي آر نتيجة الركل بتهور من لاعب الباطن على لاعب الاتفاق، والقرار من حكام الفار بالمراجعة كان قرارا صحيحا. نذهب إلى حالة أخرى، هذه حالة اللي أكدنا عليها في أول جولة، أنه لا يمكن استئناف اللعب واللاعبين يحتفلون من الفريق الثاني، لأن المادة الثامنة أكدت أنه لا يتم استئناف اللعب بعد تسجيل هدف إلا وكلا لاعبي الفريقين كل في منتصف ملعبه عدا اللاعب الذي سوف يقوم باستئناف اللعب، وهذا ما حدث من حكم المباراة. نقول للاعبين احتفلوا ولكن لا تبالغون في الوقت، لأنه قد ينذر اللاعب ولكن لن يتم الاستئناف، هذا شيء مؤكد. حالة أخيرة وهي الحالة التي سجل منها أيضا هدف الاتفاق، وهي حالة صحيحة والهدف سجل بطريقة صحيحة، حيث أن اللاعب كان أثناء قيام الكرة في موقع صحيح ولا يوجد أي هذا الهدف الذي ألغي، وهو ألغي بداعي التسلل لأن اللاعب أثناء منشأ الكرة كان متسلل. في حالات غيرها ولا خلاص؟ بس بقولي يعطيك العافية أبو زياد. ملعب الدمام حدثت فيه إصابة اليوم لحامد الغامدي. شاهد إصابة حامد الغامدي، وفي هذه المنطقة بالتحديد ممكن يشاركنا الكابتن محمد في منطقة في المنطقة هذه. حدثت إصابة يوم أمس في مباراة الخليج والعدالة بنفس المنطقة. هذه إصابة أمس أعتقد كسر في الساق، نفس المنطقة. هل في مشكلة في المنطقة هذه
عينك على اللقطة يا كابتن. أنا أشوف العشب مبلول. مبلول. العشب مبلول هو اللي قاعد يعني في إصابات وهو قاعد واختر على اللاعبين. إذا فما أوكي نحطوا كمية معينة من الماء لكن ما نكثروش من الماء لأنه يضر اللاعبين. هو قبل المباراة رشونه. بعد المباراة. حتى نفس المنطقة. بين الشوطين رشونه وأعتقد هذه يمكن ما أدري أنا بالضبط المسؤول عن الملاعب يعني شفناها في كذا ملعب ترى على فكرة. مباراة الغد في التقرير التالي. في اليوم الأخير من الجولة الثالثة يستضيف الفيحة في المجمع نظيره التعاون حيث يدخل حامل لقب كأس الملك المواجهة دون أي فوز في هذا الموسم رغم حديث رئيس الذي قال بأننا لن نكرر خطأ الفيصلي. والله أصعب شيء العمل بعد المنجز يعني بعد المنجز يحتاج تركيز يحتاج عمل كبير بإذن الله إن شاء الله عملنا نتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الضيف التعاون يدخل مواجهة محققا العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين. نصو نيس بروس بريميروز الهدف الاول لنا ان احنا في اول 8 مباريات ان احنا ننهي ضمن الست الاوائل في جدول الترتيب. وفي ملعب مرسول بارك يسعى النصراويون لاستعاده الثقه والتصالح مع جماهيرهم عندما يواجهون ضمك الذي لم يذق طعم الخساره منذ بدايه الدوري. اصحاب الارض يتسلحون بعوده البرازيلي تاليسكا بعد الغياب بسبب الايقاف منذ بدايه الموسم. هل تكون جولة استمرار الانتصارات أم جولة التعثرات؟ مباراة الغد مباراة الآخر آخر يوم آخر يوم في الجولة الثالثة الفيحة يستضيف التعاون الساعة 8:45 النصر يستضيف ضمك الساعة 9 مساء ندخل للتوقعات توقعات من ولماذا في مباراة النصر وضمك توقعات النصر النصر باش يلعب في الرياض قدام فريق ممتاز ماهوش معناه أي فريق لكن في الأخير نشوف النصر أقرب للفوز كله راح النصر محمد ممكن يعمل مفاجأة ضمك ولا لا والله كرة القدم كل شيء فيها جائزة أعتقد أنه المفاجأة موجودة بس لكن وجود تاليسكا يمكن إضافة لفريق النصر اللي ما قدم مستوى يمكن جاي من هزيمة من قدام التعاون أعتقد أنه بيعوض على ملعبه أمام ضمك الفيحة والتعاون توقعت من ولماذا أنا تعادل توقعته صراحة ماشي معي شكلك مغش في أحد مغشش كنت لا والله أنت اللي تغش مني أنت الله والعالم لأنه أعتقد أنه لا والله كلنا عين تعادل أنا أقول التعادل لأنه المستوى أنت على الفريقين قريب البعض وعلى تطور التعاون وتطور التعاون الفيحة بش يلعب في بلده أمام جمهوره معنا فما أقرب للتعادل يعني الفيحة دائما هي تلعب وأنا قلتها قبل تلعب طريقة الهجمة مرتدة أعتقد التعاون بعد برضو عنده تام بصراحة هذا في كل مباراة يسجل توامبو بس في حارس الفيحة ولا حارس الفيحة مو حارس الموسم الماضي لا حارس إلا حارس الفيحة مو أقول لك مو نفس الأداء اللي أقصده لا هو الحارس الفيحة قدام الفرق القوية يعطيك طيب هذا نروح للهاشتاج ملعب سبيسي يقول لك السلام عليكم هل هدف الزمالك من ضعف البلاهي البلاهي كسر التسلل أولا وترك اللاعب اللي كان معاه وسجل وعدم سرعة بديهة من إخراج الكرة لا هو خطأ من الجميع أعتقد المبلاهي وطبعا المعيوف بعد برضه أخطأ في صد الكرة داخل الملعب كلها يعني اللعبة كلها تتحمل خط الدفاع كله يتحمل الخطأ هذا والهدف هذا كابتن عبد الرزاق كلمة أخيرة كلمة خيرة اليوم نجم نقوله مبروك للهلال مرة أخيرة ومبروك للجماهير السعودية الكل الجماهير العربية استمتعوا بساعة ونص كورة هردك للزمالك وإن شاء الله الجاي أفضل للناس كلها أنا مبارك لفهد مفرج البارح قلت مبروك البطولة قال بكرة مباراة قلت أنا واثق قلت أنا واثق والله قلت أنا واثق مدام شغلكم بالشكل هذا وشفت الرحلة اللي راحوا القطر الضحك والحماس والمزح والروح أعتقد أن هذه تنعكس على كأس البطولة ألف مبروك للجمهور الزعيم ألف مبروك لفهد بن نافل رئيس النادي ألف مبروك للاعبين والجهاز الفني والإداري وألف مبروك للجماهير السعودية مبروك أبو عبد العزيز
الله يبارك فيك اختي. نمبر 1 هي طموحي واختياري والنجاح بيحب يضح ضري هريو لما سمعوا صوت عياري هي بتفكر تسمع الفراري معايا كل شيء مباح نمبر 1 طريق سارة النجاح نمبر 1 الكورة ماشية باكتساح نمبر 1 كل قفل ليه مفتاح العب 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 ولع لما شافني راح جيلي فلسع اتحدى اي حد اسمع غرفة كلامي نازل يلسع نمبر 1